السلام عليكم خويا حمادة، أنا بغيت نحكي لك القصة ديالي، ولا داعي للذكر الاسم ديالي بقدر ما كيهم القصة ديالي اللي غادي نحكيها لك. أنا بنت ساكنة في كازا مرشيش. مرشيش هادي واحد المكان كيتواجد في الدار البيضاء، وبالضبط في مديونة، وفي هاد البلاصة كيكونوا فيها مجموعة من المشعوذين، وكاينين فيها شي بلايص اللي كيجيو فيها الناس باش يزورهم بحال عيشة وحمو. انا يا اول مرة نمشي لشي بلاصة بحال هادي كان في العمر ديالي 15 سنة، ومشينا انا واختي الكبيرة على قبل الفضول اللي فينا. المهم مشينا وصلنا وعجبنا الجو تماك، لقينا كل شي زوين، وعلى ما قالوا لنا الناس في ذاك النهار كان الموسم، كانت الدنيا عامرة بالناس جايبين معهم الحوالة والماعز وكيدبحوهم في هذيك البلاصة. المهم بقينا أنا واختي وكندورو وكنستكشفو المكان، حتى لواحد اللحظة سمعنا صوت الموسيقى، الموسيقى ديال العونيات. بقينا تابعين الصوت حتى وصلنا لهذيك البلاصة. كانت هذيك البلاصة بحال شي بيت كبير وفيه الشمع وكان عامر بالناس، كانوا تماك باركين حتى حنا يدخلنا وبركنا، وهذوك اللي كانوا كيغنيو كانوا مركزين بزاف على الأغاني ديال السواكن. بقينا كنتفرجوا الناس داخلين خارجين. اختي سولات على البلاصة اللي باركين فيها شنو سميتها، قالوا لها لالا مليكة. المهم بقينا باركين شي نص ساعة تقريبا وكان عجبنا الحال، حتى لواحد اللحظة هنايا فين غادي يبدا كل شي، بداو كيغنيو على مليكة، ويلاه بداو. انايا حسيت بواحد الاحساس غريب، حسيت براسي باغا نخرج بحال تخنقت وباغا نمشي بحالي، في نفس الوقت ما قادراش ننوض، بحال كيحبسني شي حد. حتى بديت كنبكي بواحد الحالة هستيرية، الناس اللي كانوا ضايرين بيا ما حسوش بيا وما حسوش باللي كنت كنبكي، بحال الا ما كنبكي ما والو، كنت حاسة براسي شنو كندير، ولكن ما نقدرش نتحكم في راسي. حتى لواحد اللحظة بديت كنغوت، وهذيك اول مرة في حياتي. الناس كلهم تخلعوا واختشافت فيا بواحد طريقة غريبة، بداو كيسكتوا فيا وكيكبوا عليا الماء الزهر وصافي، رجعت نورمال، درت بحال ما وقع والو ومشينا بحالنا. دازت الايام ونسيت داكشي اللي وقع ليا في داك النهار، حتى لواحد النهار كان مات فيه جدي الله يرحمه، وهنايا ناط الصداع على قبل الورد حيت عمامي ما كانوش متفاهمين. المهم بقاو كيغوتوا وانا عادي، لكن واحد عمتي فيها المس، ومنين ناط الصداع انا تبعتها فين مشات. انا ما كنتش عارفه علاش تبعتها، ولكن شي حاجه كنت مخلياني نبقى تابعتها وبلا تردد. حتى في اللحظة هذيك عمتي بدات كتخوت، كتشوف فيها حتى طاحت وغيبات. بقيت كنشوف فيها حتى بديت كنغوت بلا سبب، وكنزدخل الباب، نفس المشكل اللي كان في الاول. كنحس براسي شنو كندير، لكن ما قادراش نتحكم فيه. بقيت على هاد الحال حتى طحت وغيبت. فقت على صوت القرآن وجابوا الفقيه باش يقرا علينا انا وعمتي. من بعد صافي نضنا والفقيه مشى بحالو، ودازت واحد السيمانه. كنت انا في الدار غير بوحدي، في لحظات بديت كنتخيل شي حوايج غرابين بحال الكنوزه وشي تخربيق، ما كنتش فاهمه منه الصراحه والو. تخلعت وقررت انني نعاود كل شي لماما. جات ماما وعاودت ليها كل شي، لكن الام ديالي بقات مصدومه. انا في هذيك اللحظه مشيت لبيتي وشديت راسي وما حسيتش براسي، حتى بديت كنغوت وكنقول انا غادي نتسطى انا غادي نتسطى. جات عندي ماما كتجري ومخلوعه ما عرفتش شنو دير، لكنها طلقات القران وبديت كنبكي وكنقول لامي، كنقول ليها الكنز ديالنا الداوه الداوه لينا، قولي ليهم يبعدوا مني قولي ليهم يبعدوا مني. كنت كنقول بحال هكذا، كنت كنخربق وكنت كنحس براسي شنو كنقول وداك الشيء كله اللي كندير، ولكن ما قدراش نتحكم براسي، مغلوب على امري
حتى بديت كنغوت على ماما وكنقول ليها حيدي القرآن حيدي القرآن، راه ضرني في راسي راه ضرني في راسي، والله يسمح لي. الغد ليه داتني عند واحد الراجل كيدير الرقية، دخلنا وبركنا وبقى كيسولني واش كتحلمي شنو اللي كيوقع ليك، بقيت كنجاوبو. قال لي غمضي عينك انا غادي نقرا عليك. بدا كيقرا شحال ما حسيت بوالو، حتى لواحد اللحظة حسيت بالقلب ديالي كيضرب بالسربة وراسي تزير عليا. خليته حتى سهلة وقال لي باش حسيتي؟ قلت ليه باش كنت كنحس، وبقى ساكت شحال. ومنين دوا قال لي عندك السحر، وهاد السحر مخطياه وباللي ما مديورش لك انتي، ولكن كنتي اول شخص يتخطى على هاد الشي اللي خلاك بطبيعة الحال يوقع لك هكا، والجن اللي كانوا ساحرين هاد السحر سكنوك ولكن كيدخلوا كيخرجوا. المهم جينا خارجين، وملي كنا خارجين قال لنا انا وماما، قال لنا باش نرجع لعنده في اقرب وقت باش يكمل معايا الحصه ديال الرقيه، وصاني باش نقرا سوره الملك والجن. وبحال الا جا شي واحد وقال لي هاد الهضره غير كيخربق، وما بقيتش باغا نصلي ما بقيتش باغا نقرا القران. والنهار على نهار حالتي كتعقد، حتى الواحد النهار نط بالليل وبلا حتى سبب وبلا شعور كنت باغي انتحر. ما كنتش عارفه راسي شنو كندير، حتى لقيت ماما واقفه عليا قالت لي شنو كديري، اشنو داكشي اللي في يديك؟ انا بلا شعور درت لعندها شفت فيها وقلت ليها ماشي سوقك ماشي سوقك. ما عقلت على راسي حتى فقت، ولقيت راسي في السبيطار يومين وانا في ديك الغيبوبه. وملي فقت فهموني شنو اللي وقع واعتذرت من ماما، ومن هذاك النهار ما عرفت شنو اللي طرا ليا. وليت كنصلي وكنقرا القران يوميا، وحالتي النفسيه تحسنات والحمد لله، ما بقاش طرا ليا هذاك المشكل. من نهار داومت على الصلاه والقران ما بقيتش كنحلم، حيت كنت كنحلم بشي حوايج خايبين بزاف واللي ما نقدرش نعاودهم لك اخويا حماده واسمح لي. وهذه هي القصه ديالي، انا حاولت نختصر باش ما كان باش ما نطولش عليك اخويا. وقبل ما نقطع معاك هذا الحوار كنت كنسمع القصص ديالك، وسمعت منهم واحد القصة ديال واحد البنت، القصة اللي كندير فيها العنوان ديال الدرية اللي من عالم ديالهم، وكنت كنتصنت في الجزء الثاني حتى وصلت لواحد اللحظة اللي قالت فيها السحر الأسود. ما حسيتش براسي حتى بديت كنبكي بلا سبب. وأنا يا خويا دابا غادي نمشي عند الراقي وغادي نشوف شنو اللي غادي يقول لي، ومن بعد نكمل لك القصة ديالي. وفي الأخير كنبغي نوجه رسالة للمستمعين ديالك الكرام، وأكيد كاين منهم اللي عندهم دراية كبيرة بهذا الشي، إذا قدر أنه يعاونني بشي نصيحة أنا غادي نخلي له التعليق لتحت ويدخل عندي ويخلي لي كاع النصائح ديالو. شكرا لكم. السلام عليكم خويا حماده، جيت باش نحكي لكم بعض الامور اللي غريبه كتوقع ليا وما عرفتش لحد الان السبب ديالها، وبغيت نحكي لكم القصه ديالي هنايا في القناه ديال كراوي ستوريز، يمكن نلقى شي حل من عند الناس اللي عندهم خبره. خويا حماده بغيت نعود لك شويه من داكشي اللي وقع ليا. انا مرا متزوجه وعندي اطفال، وديما عندي احساس انها كاينه شي حاجه فيا ماشي هي هذيك. كنت ساكنه في واحد السكن وكيجي في وسط نص الليل وانا ناعسه، حتى البيسي كيشعل غير بوحدو والموسيقى مجهده كتطلق. تخيلوا معايا غير داك الشعور وانتي ناعس وفي نص الليل وانتي في اعماق النعاس ديالك، في لحظه كتطلق الموسيقى بواحد الشكل غريب، شكل مرعب ومجهد. كنوض بالخلعه وكنطفيه، وعدة مرات كيتعاود ليا نفس المشكل، حتى لدرجة هزيت داك البيسي وعطيته وارتحيت منه. من بعد أي حاجة في الدار كانت كتهرس بكل سهولة، وكنقيل نجمع فيها ونشقى من الصباح حتى الليل، وديما فيا هداك العجز والخمول. كنبغي ندير شي حاجة كنبديها وما كنكملهاش، كنبدي نخمل ونريح ونولي نخمل ونريح. ديما كتكون عندي
ديما كتكون عندي الدار مخربقة بحال إلا عمرني درت شي حاجة. عيت ما نصبر، تجاب الله واحد السكنة واحد أخرى. بدلت السكنة وبدلت العتبة وارتاحيت شوية، وليت كنعس، ولكن كترجع تضربني الفيقة بالليل على المشي ديال الدراري وتنقاص في الدار. حدايا ما كيبان ليا والو، وكنرجع تاني للشقة وكنبدي نجمع في الدار من الصباح حتى الليل، ولكن ما كنساليهاش، ديما مرونة بواحد الطريقة اللي غريبة. واحد المرة أنا قربت نخرج من الباب ديال الكوزينة، الكاس ديال البلاستيك اللي كيشربوا فيه الدراري تهز وتشير عليا. أنا هنا خفت بزاف ومشيت وتغطيت. كنت كنحس أنني مربوطة في الناموسية لمدة 3 دقائق تقريبا، ولكن من اللي كنشوف ما كنلقى والو. ودابا عاود تاني أنا يا بدلت هاد العتبة، كنت منى أنه ما يوقع فيها والو، لأنني عييت هز الرحيل ومبدلة سكنة مسكنة وعتبة لعتبة، وكنت عدب أنا ولادي. أنا يا دابا عندي مشكل ديال النسيان، كان عيا نحاول نحفظ القرآن وكيتنسى عليا، ونفور من الزوج ديالي ليا. والله يدير مسلك الخير، كنت منى أن الناس اللي عندك وكيتبعوك وعندهم دراية بهذا الشي إلا قدروا يلقاو ليا شي حل. وغادي نكون شاكرة لكم جميعا، وكنشكرك بزاف على الاستماع ديالك، وراني متبع معك في اليوتيوب. إلا كانت شي نصيحة دابا نسمعها، شكرا لكم. سلام خويا حمادة، أنا اليوم قررت أنني نعود لك على القصة ديالي. في الأول كنت متردة، ولكن من اللي سمعت القصص ديال الناس قررت حتى أنا نعود لك القصة ديالي، لعل وعسى نرتاح نفسيا ونخوي قلبي. ولكن كاين الناس اللي بزاف أيضا غادي يتيقوا، راه والله إلا هادشي حقيقي وما كاينش علاش نكتب عليك. وماما هي اللي زعماتني باش نعود لك القصة ديالي، ونحاول نصغر القصة ديالي قدر الإمكان باش ما نعييكمش معايا. نقدم لكم راسي، أنا سميتي آية، كنسكن في واحد المدينة صغيرة نوعا ما اللي هي قلميم. القصة غادي تبدأ من اللي كان في عمري عام ونص، وبالضبط واحد النهار كانت ماما غادية وهي وخالتي في الكوتشي، وكانت هزاني وأنا باقة صغيرة، يعني باقة تربية، وكان واحد الراجل قدامهم كبير في العمر ولابس فوقية بيضة ولحيته بيضة، وهو كيشوف فيا مزيان. قال ماما غطي لديك التربية يديها، راها زهرية أو اللي غادي يوقع لها بزاف ديال المصائب بسبب أنها زهرية وماشي عادية بحال التربيات الأخرين. ماما وخالتي تخلعوا وشافوا بعضياتهم، وهي ماما تسولوا باش عرفتي باللي راها زهرية؟ قال لها من عينها والخط اللي في يديها. وسولته ماما عاود تاني، وباش عرفتي باللي راها بسبب أنها زهرية غادي يوقع لها بزاف المصائب؟ قال لها غير عقلي لكلامي، وهو يسكت ما بقاش دوا، وخا محاولات ديال ماما باش تخليه يعاود ليها أكثر، ولكن بدون فائدة، ما بغاش يدوي. وماما وهي وخالتي مخلوعين رجعوا للدار. واحد شوية دخلت جارتنا ولقاتها مخلوعة، وهي تقول لها مالكي؟ وماما عاودت لها كل شيء، وهي تقول لها خاصك تحضي بنتك مزيان من الناس الغراب. ماما دارت بكلامها، ومن هذاك النهار ويا حاضياني، ولكن ماشي بزاف. شحال من مرة حاولوا يسرقوني، وواحد المرة كانت باغية تسرقني. من اللي حصلتها العائلة عيطوا للبوليس، واعترفت للأسف أنها كانت باغية تسرقني في سبيل الشعوذة، محيتاش أنا زهرية ودمي مختلف الآخرين. المهم دازت حتى ولات عندي 10 سنين، كانوا قاع ما عندي صحاب، وبدا كيعجبني نكتب الشعر والقصائد والخواطر. بابا كان كيتصدم من كثرة الألغاز اللي في داكشي اللي كان كتبو، وحتى الأساتذة كانوا ينبهروا بحكم أن مازال صغيرة وكنكتب بهذيك الطريقة. ما كنتش كنحمل يكونوا عندي صحاب، وكان كيعجبني نبقى غير بوحدي، لحقاش كانوا كيجيوني غير منافقين وراهم غير فترة ويمشي وما يدوموش. واحد النهار كان قبل رمضان، بغيت ندخل ندوش بحكم حنا ساكنين في الأقاليم الجنوبية، ومعروف عليهم كيكون عندهم الصهد والحمان كما كنقولوا حنا الصحراوة. المهم قررت انني ندوش وجبت حوايجي، وكانت الساعة ما بين المغرب والعشاء.
قبل ما ندخل ندوش قالت لي ماما رشي الملحه راه يكون جنون فهاد الوقت. بقيت كنضحك عليها وكنقول ليها اش من جنون اش من جنون. دخلت للدوش وبديت كندوش اكرمكم الله، وفي نفس الوقت انا كنغني. درت الشامبو، انا كنمشط شعري، حليت عيني وانا كنشوف راجل كله كحل، كيبانو غير دوك السنان ومع الابتسامه الكبيره. انا تخلعت وبقيت كنحاول نهد راسي، كنقول مع راسي هذاك غير خيال، مع العلم انا عارفه انه ماشي خيال واللي شفته حقيقي. كنحلف ليكم ان داكشي اللي شفته كان حقيقي. شللت شعري بالزربه وانا قلبي مقبوط وكان مزير عليا بزاف، حتى وليت كنشلل شعري كنسمع صوت الدقان ديال القلب ديالي مجهدين بزاف، لدرجه كتعتقد نفسك الا كان شي حد معاك يقدر يسمعهم، والنفسيه ديالي كتخيل داكشي اللي شفته. ملي ساليت خرجت من الدوش اكرمكم الله بالزربه، كنت كنجري لبيتي، لبست حوايجي وحاولت نستوعب الامر ونهيئ نفسي على اساس ان داكشي اللي شفته غير وهم. ولكن من بعد كل هالتامل وتوهيم العقل ان هادشي اللي شفت غير وهم، ولكن ما لقيتش اي حصيله، فقط خربقت عقلي ونفسي والمشاعر ديالي الخايفه والاضطرابات الكثيره. تكيت في بلاصتي وماما جات لعندي وقالت لي هبطي تعشى يا بنتي. قلت لها لا غير تعشاو راه ما فيهاش الجوع. وانا يا كندوي معاهم هبط راسي باش ندرك الخوف اللي ظاهر عليا. خرجت ماما من البيت وسدات عليا وانا تكيت في بلاصتي وانا مخلوعه، كنحاول نستوعب شنو اللي وقع ليا قبيله، ولكن في الاخير تغلب عليا الناس ونعست نعاس عميق. وشويه وانا كنحلم بداك الشخص اللي شفته في الدوش وانا نوض بقفزه، قلبي بدا كيضرب وظهر على الملامح ديال وجهي الخوف. رجعت تكيت وبدا كيديني الناس، تقلبت للجهه الثانيه وانا يا كنشوف هذاك الشخص اللي في القنت ديال بيتي. تخلعت وبقيت كنحك في عيني كنقول لا هادشي ماشي حقيقي، وانا يا كنشوف هذاك الراجل اللي كيبتسم لي الابتسامه العريضه بزاف. انا يا تخلعت تحشيت تحت الملاية ولا المانطا ولا ما نعرف شنو اللي كتقولوا لها، وكنقرا القران حتى داني الناس. انا كنت كاع ما كنتيقش بهادشي ديال الجنون، وداكشي كان كيجيني غير كذوب وخرافات، وعمرني خفت حتى لهاد المره. المهم فقت مع الصباح وانا كنتذكر شنو اللي وقع لي البارح، وكنقول مع راسي نقولها لماما وبابا ولا لا 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 ولا ما نقول والو. في الاخير قررت انني ما نعاودها لتا شي واحد ونبقى ساكته وما نقول والو. هبطت وفطرت مع العائله وانا ساكته، لبست حوايجي ومشيت للمدرسه وانا شارده الذهن كاع ما متبع مع الدرس. خرجت مع العشره وداز الوقت وتغديت ودخلت المدرسه عاود تاني مع السوش، وخرجت مع السته ورجعت للدار وانا مدقدقة عيانه ديال بصح. طلعت لبيتي وبدلت حوايجي، درت كاسكروت وطلعت لبيتي، درت التمارين ديالي وكتبت اليوم ديالي وكيفاش داس في المذكره ديالي، ونزلت للدار لتحت كليت شي حاجه وقلت لماما بلا ما تفيقينا ماما راني عيانه شويه. قالت لي واخا صافي يا بنتي. طلعت لبيتي في الطبقه زوج من دارنا وتقابلت مع المرايه وانا كنجمع شعري للفوق باش الناس. بقيت ساهيه في راسي مزيان، وشويه وانا كنشوف نفس الشخص جالس حدايا كان كيبتسم نفس ديك الابتسامه العريضه. بقيت كنقرا القران وتسرحت في بلاصتي حتى داني الناس، وما فاتش واحد 40 دقيقه يمكن ضرباتني الفيقه وتقلبت لجهه الحيط وانا يلقى هذاك الراجل. غير هو هاد المره بصفه اخرى، بحال تقريبا الحروف ديال الوجه ديالو وجه بابا مع هذيك الابتسامه اللي كتخلع. شفتو انا نتصدم، شاف فيا وابتسم هذيك الابتسامه العريضه. تشجعت وقلت له شكون انت، مع العلم انني عارفه شكون هو وباللي هو ماشي من الانس، وتاكدت من اللي شفته في المرايه ديك المره. ومن دورت راسي، من اللي دورت راسي كنشوف فيه ما لقيت والو، ومن اللي رجعت المرايه كنشوفه. المهم قال لي ماشي مهم تعرفي شكون انا. انا هنايا تصدمت وحاولت ما نبينش باللي راني مخلوعه، لحقاش هذيك اسهل حاجه باش يمتلك كل شيء. قلت لي اش بغيتي مني؟ قال لي انا ما بغيت من عندك والو، انا يا بغيتك انت. تشجعت وقلت له فين كتعرفني؟ انا معاك من اللي كان في عمرك 3 سنوات. عرفتي علاش؟
لحقاش عجبتيني، بقيت حاضيك حتى كبرتي، ودابا غادي نديك معايا، غادي نتزوج ونديرو بزاف ديال الحوايج. قلت له هذاك الشيء غير تخربيق كترسمه في المخيلة ديال عقلك، عمرو غادي يطرى. دابا غتقبلي، غير عقلي على كلامي. ما بقيتش عقل على والو، حتى ضرباتني الفيقة ولقيت الجسم ديالي كله زرق، بحال ليلة شي واحد كان رابطني وكيضرب فيا بالتيو ديال البوطة. القلب ديالي والقفص ديال صدري مقبوضين عليا بواحد الدرجة اللي ما كتصورش، بحال ليلة شي حد هز الروح ديالي وردها. المهم دازت 10 أيام على هذاك النهار، وفي ديك 10 أيام كنت ديما كنسمع الخيالات وصوت داك الجن اللي شفتو، وليت متهاونة في قرايتي ومشات هذيك آية المجتهدة. والسبور ما بقيتش كنمشي ليه، وما بقيت كنحمل ندير والو، كنت كنبغي نجلس غير بوحدي في البيت لا اراديا. بابا وماما خافوا عليا بزاف بحكم انا كنت قراية بزاف، وديما كانوا كيشكروني الاساتذة والمدير حتى هو، حتى وليت ديك البنت اللي ديما الاساتذة مجريين عليا، وديما الحراسة العامة معيطين على بابا. والسبور ما بقيتش كنمشي ليه، وما بقيتش كنصلي ولا نتوضى ولا نقرا القران. هادشي زاد خلع بابا عليا بحكم كنت كنحب نصلي وكنحفظ جزء منه كل يوم. وماما لاحظت هذيك الزروقيه اللي في الجسم ديالي وما قالت لي والو، ولكن قالتها لبابا. المهم واحد النهار ناعسة وانايا كنحلم باللي ماما وبابا ضربهم كاميو وهما في الطوموبيل، اداوهم ودفنوهم في المقبره، والناس طايرين بهم وانا طايحه على الارض وكنبكي. فقت وانا قافزه من الحلمه ولقيت نفس داك الشخص جالس حدايا، قال لي هكذاك هكذاك غادي يوقع الا ما بغيتيش تمشي معايا. مد لي يديه وقال لي يلا حسن ليك، ما تخافيش مني، بالعكس خاصك تبغيني، انا راه كنبغيك. لا لا انا كنحماق عليك. ما لقيت حتى قرار لان هادوك والديا، وللاسف قلت له غادي نمشي معاك. جيت نمسك له يديه، ولحسن الحظ دخلت ماما للبيت وفيقاتني، والحمد لله سيدي ربي والالطاف ديال الله، كون يعلم الله فين راني دابا. قلت لها سيري تفطري دابا نزل. انا يا هنا جلست باش نستوعب الامر، لقيت راسي حال ما حلمه في وسط حلمه حقيقيه. واحد شويه سمعت الصوت ديالو، صوته اللي كان في ودني كيقول علاش خليتيني، انت ملكي، وانت شي واحد ما غادي يبعدك مني، دمك ديالي بوحدي. انا هنا بقيت كنغوت على احر من جهدي، ماما وبابا واخوتي طلعوا مخلوعين عندي وهما يقولوا لي مالكي. قررت اني نعاود لهم، وانا يا كنعاود لماما شنو اللي كيوقع لي، وكنشوف الدمعه كتسلل من عينين ماما ونازله على خدها، وكتقول لي خصنا نديو كل شيء راقي. ماما خرجات ومشات عاودت لبابا شنو اللي وقع لي، وبابا مشى قلب على راقي وقال له غادي نجي عندك غدا في الصباح. وصافي هذيك الليله ما نعستش من كثرة الصدمة اللي تصدمتها. وصل الصباح وداز عادي حتى العشية، جا الراقي وطلب من بابا بيدو 5 لتر ديال الماء، بدا كيرقي فيا، وملي شافني بديت كنهج بالجهد والعينين ديالي كيتقلبوا. تخلع هو يحبس ودوا مع بابا، قال له بنتك حالتها صعيبة، وبابا عاد زاد فين تخلع. للأسف أخوتي كاين للأسف بعض الرقات كيدعيو باللي أنهم رقات، لكن الهم ديالهم هما غير الفلوس. المهم الوالد ديالي قرر أنه يعاود داكشي لعمتي، عمتي وراتو واحد الراقي زوين في أكادير، هاديك عمتي قالتها لعمتي أخرى، ودارت ما بين العائلة، شي كيقول راه جن عاشق، وشي كيقول مس، وشي كيقول هاديك ديما بوحدها راه مريضة نفسيا. المهم دازت 3 أيام. وقبل النهار اللي غادي نمشي فيه الأكادير عند الراقي، كنت ناعسة وضرباتني الفيقة مع الزوج ديال الصباح بالضبط، شربت الماء وجيت نتحشى تحت الملاية، وأنا يا هنايا كنشوف في القنتنتا بيتي هذاك الشخص. شافني هو يبتسم وتم جاي لعندي، ناعس حدايا وأنا مخلوعة، كنت مخلوعة بزاف، وقرب حدا وجهي وقال لي ما تمشيش مع باباك، غادي يهدبوك، غادي يبعدوك مني. ما ديتهاش فيه وبديت كنقرا القران حتى نعست. فقت مع الصباح وفطرت وجاتنا الطوموبيل باش نمشيو من قلميم لاكادير. واخا كنت كنسمع الصوت داك الجني في ودني، لكن الداخل في نفسي كيقول لي ما تمشيش،
ولكن انا ما ديتهاش في داك الصوت ومشيت وصلنا ودخلنا عند الراقي. بقى كيرقيني حتى طحت، ومن بعد بداو كيدويو مع داك الجن. قالوا بلي انا سكنتها حيتاش كنبغيها وكانت غادي تمشي معايا. بقى كيقراو ما عرفت شنو اللي وقع تاني. لحقاش والديا ما بغاوش يعاودوا ليا كلشي، يمكن باش ما يصدمونيش كتر من اللي انا مصدومه. المهم هذاك الجني كان الجن العاشق، ولقاوني واكلة سحور التوكال. سحرتولي للأسف جارتنا. لحقاش انا كنت قراية بزاف ومجتهدة، وانا يديما الاولى وبناتها لا. وهادشي اللي زاد صدمني من كثرة الحقد بنادم على والو. دخلت في حالة اكتئاب ومرضت نفسيا لمدة 9 أشهر، واللي ماشي بالسهل. من بعد والحمد لله تداركت نفسي وقررت انني نعيش الحياة كما هي ونحاول ننسى كل شيء. ولكن كل ليلة كنتفكره بسبب انني كنشوف داك الجني كل نهار في القنت نتاع بيتي، ولكنه عمره ما قرب ليا. المهم هذه هي قصتي، وحاولت حاولت جاهدة انني نقصرها قدر الامكان باش ما نطولش عليكم. وما ذكرتش بزاف ديال الحاجات لحقاش كيمسوا الشرف ديالي كفتاة، وانا ما نسمحش بهذا الشيء. كنتمنى القصه ديالي تكون عند حسن ظنك خويا حماده، وعند حسن ظن المستمعين ديالك. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته. سلام الله عليكم من جديد. كانت هذه نهاية ديال القصة ديال الأخت. للأسف احنا في 2021 والناس مازال باقي كتعامل بهذا الشيء ديال الجهل والشعوذة وضرر النفس لأناس اللي ما عندهم حتى شي ذنب. البنت قراية ومجتهدة، شنو الذنب ديالها إلا أنهم بناتك انتيا وبالتربية ديالك الناقصة، ولا عدم المراقبة ديال ولادك، ولا انتيا ما متبعتهمش، ولا هما طالعين هكذاك ما بغوش يقراو. شنو ذنب هاد البنت باش أنها يصرى ليها هاد الشي؟ قري ولادك، علميهم، قابليهم، خسري عليهم. هادوك الفلوس اللي خسرتيهم على الشعوذة وخسرتيهم على أناس باش يدمروا واحد الإنسان اللي ما عندها حتى شي ذنب، علاش ما خسرتيهمش في درتي لهم ساعات إضافية وراقبتيهم؟ علاش ما غاديش يكون خير ليك ولدوك الولاد ولهاد البنت؟ البنت تكون في حالها وكتقراو وما يصيبهاش هاد الأمراض كلهم. الولاد يتعلموا هادشي غادي يكون في مصلحتهم اللي كبروا، وانتي ما يكونش عندك داك العذاب اللي غادي يكون ما بينك وبين ربي بسبب أنك دمرتي واحد البنت اللي ما عندها حتى شي دخل في حياتكم نتوما. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس. كنتمنى لهم الهداية، وكنتمنى الشفاء للأخت والناس اللي مصابين أيضا. كانت هذه نهاية هذه القصة. اللي عنده شي قصة وبغي يشاركها مع المستمعين الكرام، فما عليكم غير تواصلوا معايا في التواصل الاجتماعي اللي ظهر لكم على الشاشة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معاكم من مورا المايك حماد القرشي من هاد القناة، قناة راوي ستوريس، وفي سلسلة تجارب وقصص المتابعين المرعبة. تصبحون على ألف خير. سلام.